زي ما تعودنا مع حضراتكم دايما بيكون عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهمكم، لكن دايما بنبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها حضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوه التثقيفيه 37 للقوات المسلحه بمناسبه يوم الشهيد، وتكريم سيادته خلال الندوه امس للشهداء ومصابي العمليات الحربيه. فعلا يا جمانه، وكان ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فقد عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لتطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اللي بيوافق 9 مارس من كل عام، وده تخليداً لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات اللي قاموا بيها في سبيل الحفاظ على الوطن. وجه اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، واللي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة، فكان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان. امبارح خلال فعاليات الندوة التثقيفية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التحية لشهداء مثلث القيادة، وهم الشهيد البطل مصطفى حجاجي مساعد الدفع 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب مساعد الدفع 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم، وتم تقديم عرض فني بيستعرض بطولاتهم وتضحياتهم. امبارح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط الصور التذكارية مع أمهات شهداء مثلث القيادة، وكرم الرئيس أسر الشهداء وعدد من مصابي العمليات خلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تناول الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة مرور 80 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وبحث الرئيسان سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا، خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهم. وناقش أيضا الرئيسان المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وأكد مدبولي اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم في توطينها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الرسائل الصوتية المتداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وإن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى أيضاً يوم أمس كلمة في فعاليات الدورة الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد. سيادته قال إن كل ما تم الحديث عنه خلال الاحتفالية بيعكس حاجة واحدة بس، وهي إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا والظروف الصعبة اللي بنواجهها بفضل الله الأمور دايماً بتعدي. قال كمان سيادته إن في تمن كبير قوي الدفع في مواجهة الإرهاب عشان البلد تبقى في أمن وسلام. أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني، وزي ما انتوا شفتوا كده يمكن تحت الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي.
في تمن زي ما اسم الندوة النهاردة التمن، في تمن، تمن كبير قوي للدفع. والتمن ده في أسر، أنا دايما أقول الكلمة ديت، وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة. إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم، وكمان كبير جدا عندنا، عندنا كلنا مش عندنا بس. أفتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد إيه إن في تمن كبير أوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام. ومهم قوي إن مش الرسالة بس للمصريين الطيبين، وحتى للأشرار. لما حصل الكلام ده من سنين، كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، مفيش. أيضا أعلن سيادة الرئيس عن إقامة معرض للحرب على الإرهاب في سيناء، وقال في خطابه هنعمل معرض للحرب على الإرهاب. صحيح، الرئيس وعد إن هو حيوري الناس كل الحاجات اللي كانت موجودة في هذه الحرب، من سلاح، من ذخائر، من أجهزة اتصال كانت مع هؤلاء الإرهابيين. وعد إن هو حيعرض كل ما تعنيه هذه الأمور ووضعها في متحف واحد، من معدات حرب، من صور ومن أسماء للإرهابيين، كل ده سيكون في مكان واحد وهو متحف للحرب على الإرهاب في سيناء. فلما بجد إن إحنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي إحنا فيها وحياتنا، وده أمر طبيعي يعني، أقول بس يا جماعة ده في ناس ما بتنامش، وفي ناس بتموت أو بتستشهد يعني عشان إحنا نبقى في سلام. مهم قوي ان هم يشعروا واحنا بنعمل كده، ان احنا هم الاهالي ديت تشعر ان التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، احنا مقدرين ده. وانا قلت الكلام ده مره قبل كده برضو، قلت ان احنا عايزين نبقى اكثر صلابه، اكتر من كده ايوه. ليه؟ لأن التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير. بناء دولة فيها 100 مليون وخمسة وأكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا، واستعادة مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس. بالمناسبة إحنا هنعمل مش بس الاحتفالية، إحنا هنعمل معرض للحرب ديت، هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكو الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل، ده كتير قوي قوي، من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط، الناس متعودة انها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطيارات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه، بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده متستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن. وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على
ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين. في المعرض ده إن شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. سيادة الرئيس تحدث أيضا عن ما حدث بعد عام 2011 وفكرة تدمير الدول من الداخل، وقال سيادته أن ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، تكاليفه قليلة والنتيجة تدمير بلد بأهلها. لكن سيادته طمن كل المصريين وقال أطمنكم أن احنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من امبارح. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني. اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل أكررها لكم، وأتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الإعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل. ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، أرخص تكلفة، تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها. ودايما هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، أطمنكم إن إحنا الحمد لله بخير وسلام وبأمان وكل يوم أفضل من امبارح. إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، أنتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني. إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن إحنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين ازاي؟ مهم قوي ان احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين ان الحالات ديت معناها ان الدوله كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب اهليه ونقعد كده بقى سنين طويله. ودايما اقول الكلام ده ويقول لك انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ اقول لكم يا جماعه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة علينا. يعني ايه بيقيم الحجة علينا؟ انت عندك الامثلة حية لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي وانا بتكلم في دول دخلت ما خرجتش، لغاية وانا بتكلم. يعني انت مش محتاج يعني ان انا اقول لك الكلام ده واقول لك ده محتاج يعني انظر لك يعني. لا. ده الموضوع كله قدام عينينا. وربنا اراد للبلد ديت بفضل من عنده ان هو ما تخشش. ليه ما تخشش؟ هو ربنا بقى هنعمل ايه يعني؟ هو ربنا اراد كده. رغم كل التخطيط رغم كل المكر لكن ارادته كانت سبحانه وتعالى ان هي تنجى ونجت بفضل الله سبحانه وتعالى. بوجه التحيه لاسر كل الشهداء ولكل المصابين اللي موجودين معانا هنا او حتى اللي موجوده في بيتهم. وبنقول لهم دايما عهدنا معاكم ان احنا ابدا ان شاء الله لن ننساكم. وده اقل حاجه ممكن نعملها مع يعني عشانكم. لكن العهد الاكبر ان احنا هنخلي ثمن زي ما كانت الندوه بتتكلم النهارده، ثمن ابنائكم ودمائهم اللي قدمت والاصابات اللي تمت هو ميلاد دولة تفتخروا بيها لأبنائهم وأبناء أبنائهم إن شاء الله. آخر حاجة أقولها لكم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.